مرحبا برج الميزان، القراءة العاطفية وشو الخطوة اللي رح يعملها من ناحية انت في طاقتك. انت برج الميزان، انت معتدل الطاقة والمشاعر، انت حاليا مشغول في اعمال خيرية للبعض منكم، للبعض الاخر انتم معتدلين كطاقة عامة، يعني بين العقل والقلب والمنطق، واحتمال منكم انتوا في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية، انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبيفكر كتير، شايفه كمان وماخد على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في اعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصه اذا انتوا كنتوا منفصلين. والشخص هذا احتمال يكون شخص كبير سنا او شخص متزوج، او انتوا اذا كنتوا في زواج هذا الشخص احتمال انت شايفه وبفكر في الاموال و بعيد حساباته في المال، لانه انت في طاقة السكس اوف بانتيكال، احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا وانت بتحاول تعطيه، تحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. الشخص هذا بيستس. واو، شو الطاقة الضخمة. الشخص هذا بيخفي عنك شيء من الهموم او بيخفي مشاعره. الشخص هذا يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولانجات والدف، لا ما اعتقدش هي لها. الشخص هذا احتمال لانك انت شايف برضه هارمنت، فاحتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبيه جدا جدا جدا، طاقته سلبيه. خليني اشوف ليش ما بيستلف طاقته. بقف مع انه عنده طاقته تختلف هون، يعني بس اشوف ليش طاقته هي بس. احتمال الشخص هذا غادركم، تعب فجأة رحل عنكم وراح يبحث عن وضعه المادي، وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم، لهيك انتم شايفين الهرمون، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأن عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري، بتوزعوا للمحتاجين والفقراء، انت بطاقتك متوازنة، يعني انت ما فيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص ده بس انه ما يبقاش تعبان هذا الشخص، بس هو في طاقته العامة. خليني اشوف، هو في الكوين، هو زعلان، هو قاعد لحاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء، طاقته البيج، لكنه بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه هو شخص غامض، يمكن على فكره هو شخص غامض، شخصيه غامضه. الشخص هذا بحب يخبي جواه وما يظهرش للاخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء،
إدمان، عنده إدمان لشيء معين. هو شخص عمر وكتوم وبيحاول يتغير. على فكرة واحد مني شايفكم انتو تبعتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة انه طاقة لكوين اوف بنتكل، بس انا حس انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مادة استقرار مادي. الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، أو الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك أنت يا برج الميزان، من طرفه هو. يعني هو مع شخص طرف آخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الأموال والاستقرار. وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع. أو الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية، وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس إنه في شخص انطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكو اللي انتو فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا انطنش بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث. اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص لما تعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. الشخص هذا بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايف ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل همومه كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كده احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يعني ما يحمي، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه. مخفي سر هذا الشخص، بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته. حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين بهذا الشخص، شايف او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو فيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة
بالمادة المال يعني، يعني إنه مش قادر ياخد قرار في علاقته بسبب إنه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه. أنا بعرف خلينا أحكي لكم الأبراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت. حلو كل الأبراج مع بعضها. وبرج العقرب، احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلب نفسه شوية في القراءة. وبرج الجدي وكمان برج الثور. بس شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني شخص تعبان. انا مبدئيا بحكي لكم الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس ان انتم باستقرار والعائله. ليش؟ هو بسبب التوعي. الشخص اللي دخل علاقه سامه وانفصل عنها ومشاعره راحت لكم وحس انه انتم الامان او انتم الاشخاص اللي راح تحتوي. فهو شايف انه انتم العشر نقود، الاستقرار والعائله والراحه النفسيه، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال. عشان هيك بتذكركم احتمال تكون انتم كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتم الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقه، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي فاجأ اجت صحوة حسست ان انتم الاستقرار والحياة اللي صح. طب خليني اشوف ليش التوامي. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. أعتقد هاي طلعت في طاقة الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، أو الصاعقة اللي صارت في حياته تكتم عليه. الشخص هذا إما انضحك عليه وحس قيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس قيمتكم بعد ما أكل عصري تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لأنه عارف إنه هو غلط في حقكم. وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا أخذ حقكم منه، عرف إنه هو مديون إلكم لأنه أنتوا كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا أنتوا بالنسبة إلى الأسرة والعيلة والبيت والأمان والحنان والدفع يعني. فالشخص هذا مشاعر من ناحيتك هيك لأنه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبة هون برج الأسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك أنت مستقر، مع إنه هون يعني إن الشخص أسلك رؤيته غير لك. طيب خليني أشوف كيف ساعدكم في القراءة أكثر. لأن الشخص هذا ضغطه شوي يعني عنده مشكلة غيركم أنتوا، عنده انفصال آخر غيركم أنتوا. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر، زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل أو إذا كان رجل أو إذا كانت امرأة دخل في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. ما يعني البعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم وكل واحد ياخذها. كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بيحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسديه والعاطفيه المتكرره لانها تدل على التوجيه اليهم.
احتمال انه انت بتجيك اشارات جسدية من ربنا، مثلا بتحس انه صدرك يرتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم، يمكن تركوا هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخذ، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو موجهك لشيء معين. فانا اعتقد ان هذا الكارت الك مش له. خلينا نشوف الرومانس. يعني انا شايفك ان انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان، انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بالغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الأخير، الرمق الأخير أتعبك هذا الشخص، عشان هيك بقول لك اتحرك.